الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة العنكبوت، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، أصنام، إما أصنام مادية كهبل واللات ونسر ويعوق والعزة، وإما أصنام معنوية. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الهوى قد يكون إله. أخي أنا سوستي كذا، سوستك كذا، إله عمل أنت تضيع من أجلها الصلاة والعمل الصالح. فإما أن تتخذ نفسك هواك إلهك، وإما أن تتخذ الآخرين آلهة من دون أن تقول أنتم آلهة. لا، هذا الشرك الخفي. الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على معصية وأن تبغض على جور، أن تحب على جور وأن تبغض على العدل. يعني لك صديق في عنده خلل بسلوكه، في تقصير شديد عنده، تحبه حبا جما، محبتك لهذا الصديق الذي ليس مستقيما هي محبة مشبوهة، فيها شرك خفي. وإذا قدمت لك نصيحة وأخذتك العزة أن تقبلها فهذا أيضا شرك خفي. إذن الأوثان أنواع، أوثان من أحجار، وأوثان من لحم ودم، وأوثان من شهوات. هذا قول النبي الكريم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. يعني الشهوات إذا سيرتها في القنوات الشرعية النظيفة هذه ليست شركا. تزوج الإنسان، أي شهوة سيرها أو صبها في القناة الشرعية، كسب المال الحلال. أما الشهوة الخفية التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي التي تحملك على معصية الله، أو تحجبك عن طاعته، أو تبعدك عنه. لذلك لا حقيقة في الكون إلا الله، أي شيء قربك إليه عمل صالح، وأي شيء أبعدك عنه عمل سيء. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، حجر، هي قبيلة ود صنعت إلها من تمر، فلما جاعت أكلته، فقالوا أكلت ود ربها. قبيلة أخرى نحتت إلها وعبدته من دون الله، فجاء إنسان ليقف أمامه خاشعا فرأى عليه بللا، فإذا هو بول، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ضل من بالت عليه الثعالب. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تتحدث عن هذه الأصنام حديث يعني كأنه شيء له فعل وله عمل، ويمنح ويمنع، يعطي ويغضب ويرضى، اختلاق، افتراء، كلام لا أصل له، كلام فارغ ليس له أصل. يعني أحيانا الإنسان يتكلم كلام ما له معنى وما له أصل. لو قال لك واحد: أنا ذهبت مثلا إلى أمريكا وعدت في ساعة، تقول له: مجنون، هذا كلام ليس له أصل، اختلاق هذا الكلام، الواقع لا يؤكده. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا،
يعني تحيطون هذه الأوثان بهالة من القدسية، تفترون على الله الكذب، توهمون الناس أنها مقدسة. هكذا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. أي جهة في الأرض، أي جهة في الأرض مهما قويت، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، بتوهم أحيانا بعض الكبراء أن بإمكانهم أن يفعلوا شيئا، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. هل في الأرض كلها جهة مهما قويت، مهما على شأنها، مهما ادعت أن تصدر قرارا بإنزال المطر؟ في إفريقيا، بعض الأماكن بإفريقيا حبست عنها أمطار السماء سبع سنوات. عندي صور لهذه المناطق، الأبقار والأغنام ملقاة جلد فوق عظم، واضطر أهلها أن يغادروا هذه البلاد. ماذا نفعل لو أن الله عز وجل حبس عنا الأمطار؟ هذه الأنهار كلها جافة الآن. من الذي يستحق العبادة؟ الذي يملك أن ينزل الأمطار، والذي يملك أن ينبت النبات. نأكل طعاما وشرابا وخبزا ولحما وحليبا وجبنا وفواكه وخضروات، هذه من يخلقها؟ يجب أن تعبد الذي خلقك والذي يرزقك والذي إليه المصير. الإمام الشافعي يعني يرى في الفاتحة أن تقرأ في الركعة الثانية ملك يوم الدين، الركعة الأولى مالك يوم الدين، في الثانية ملك يوم الدين. من هو المالك؟ قالوا المالك هو الذي يملك ولا يحكم، والملك هو الذي يحكم ولا يملك، ولكن الله عز وجل مالك وملك، يعني يملك كل شيء. ما معنى أن الله يملك؟ يعني يملك ويتصرف وإليه المصير. قد تملك ولا تنتفع، وقد تنتفع ولا تملك. قد تسكن ببيت ليس ملكك لكنك منتفع به، وقد تمتلك بيتا ولست منتفعا به، وقد تمتلك بيتا وتنتفع به ولكن مصيره ليس لك. يجب أن تعبد الذي خلقك، وأن تعبد الذي يملك لك الرزق. هذا الهواء، الله عز وجل زود الغلاف الجوي بطبقة أوزون تمنع الأشعة القاتلة. في بعض الأماكن صار في خلخلة بهذه الطبقة لأسباب كثيرة. قرأت مقالة أن عددا كبيرا جدا من الأشخاص أصيبوا بسرطان الجلد لخلخلة هذه المادة. لو أن الله سبحانه وتعالى بقدرته أزال هذه المادة ماذا نفعل؟ لو أنه حبس عنا الأمطار ماذا نفعل؟ لو أن نسب الهواء تغيرت، أصبح الهواء غير كافي، في ضيق نفس صار. لو أن هذا النبات لم ينبت ماذا نفعل؟ نعبد من إذن؟ نعبد الذي خلقنا والذي أمدنا بالرزق، بالهواء، بالماء، بالخبز، بالطعام، بالشراب. نعم. إذن إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. لذلك الإنسان يطلب من الله الرزق. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب به خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فابتغوا عند الله الرزق. أبى الله إلا أن يجعل رزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحيانا ربنا عز وجل يسد أمامك كل الأبواب من أجل أن تلجأ إليه،
من أجل أن تخاطبه، أن تدعوه، من أجل أن يسمع صوتك. فابتغوا عند الله الرزق، كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. هي على كلمة فابتغوا عند الله الرزق. صلي قيام الليل واسجد وقل يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا بعزة النفس. رب الجميع ملك الملوك إذا وهب قال قم فاسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. الله يغضب إن تركت سؤاله، أما الإنسان إن سألته يغضب. الله عز وجل يغضب إن تركت سؤاله، إن الله يحب الملحين في الدعاء. من لا يدعني أغضب عليه، إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع. كن مع الله لحوحا، اسأله، قف ببابه. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. أطعه، ولكن أنعم عليك بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد، وسخر لك ما في الكون جميعا، منحك نعمة العقل فترك فطرة عالية، أودع فيك الشهوات لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات، أعطاك حرية الاختيار، ألا ينبغي أن تشكره؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أين كنت في عام 1010؟ 1900 فقط؟ أين كنت؟ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يعني مدام الرجوع إلى الله عز وجل، الإنسان قال أول حينما يوضع الميت في القبر يقول الله عز وجل عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت، ما في إلا الله. فإذا كنت بطلا هذا الذي سوف تكون معه إلى الأبد ولا أحد معك إلا هو، يجب أن تطيعه، يجب أن ترضيه، يجب أن تحبه. هلأ إذا واحد يعني مثلا موظف في دائرة وشعر أن المدير العام حينتقل، أخي مين جاي بعد منه؟ شمشم مين جاي؟ بيقول لك قبل ما يتعين نعمل له هدية نكرمه حتى، يعني الإنسان بمنطق الدنيا بيخاف يجي إنسان ما يعرفه، تكون علاقته معه صعبة. أما الله عز وجل بازل عطاءه أمامك، هذا الكون تعرف إليه من خلاله، وهذا الشرع طبقه، وهذه الأعمال الصالحة افعلها في سبيله. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. النبي عليه الصلاة والسلام يبين وتنتهي مهمته، يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لن يسرع به نسبه. إذن وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا، لماذا هؤلاء لا يعبدون الله عز وجل؟ لماذا لا يتقوه؟ لماذا يعصونه؟ لأنهم ما آمنوا بهذه الساعة، ساعة اللقاء، ما آمنوا باليوم الآخر. ربنا عز وجل في أكثر آيات الإيمان يأتي الإيمان باليوم الآخر مقترنا بالإيمان بالله،
لأنك لن تستقيم على أمر الله إلا إذا أيقنت بوجود الله، وأيقنت بعلمه، وأيقنت باليوم الآخر، وأيقنت بالحساب. لو ألغينا اليوم الآخر ما حد يستقيم، الله موجود موجود، لكن لم يستقيم أحد. يعني الله عز وجل أودع في هذه النفوس الشهوات وأعطاها قوى في الظاهر، هذه القوى مع هذه الشهوات تندفع نحو مصالحها. ما الذي يلجمها؟ الخوف من الله، خوف الحساب. سيدنا النبي اللهم صل عليه أرسل خادما في حاجة، تأخر كثيرا، كان بيده سواك، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. سواك هيك كمان خاف منه. لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. ما الذي يلجم المؤمن؟ الإيمان قيد الفتك، هذه المعرفة بالله عز وجل، اليقين بوقوف بين يدي الله عز وجل. لو أن الناس خافوا من الله عز وجل انتهت كل مشاكلهم. هذا الذي يعتدي، هذا الذي يأخذ ما ليس له، لماذا؟ ضعف في إيمانه. لو أيقن يقينا قطعيا أنه سيدفع الثمن باهظا، وأنه لن يتفلت من عقاب الله عز وجل. واحد بيروى أنه كان يطوف حول الكعبة ويقول: ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعله. وراء رجل قال له: يا هذا ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال له: ذنبي عظيم. قال له: ما ذنبك؟ دخل إلى بيت، رأى في رجل فقتله، وامرأة فسألها أن تعطيه كل ما تملك، أعطته دنانير ذهبية، فقتل ولدها الأول، فلما رأته جادا في قتل الثاني أعطته درعا مذهبة أعجبته من الذهب. إذا عليها بيتان من الشعر قرأهما فأغمي عليه: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذا إنسان عاقل يخاف من الله عز وجل. الله في عنده أمراض وبيلة، عنده أمراض عضالة، في عنده أمراض ماحقة. كل من سبحان الله ذنوب كثيرة يؤخرها الله إلى الدار الآخرة، إلا ذنب الكبر وذنب الظلم. هذان الذنبان يعني من خلال تتبع الحوادث الله سبحانه وتعالى يعجل عقابهما. فالإنسان كلما نما عقله، نمت معرفته، ازداد خوفه. الطبيب يحرص على تنظيف الفواكه والخضار حرصا شديدا، لماذا؟ نما علمه. يعاني كل يوم المرضى جراثيم، أوبئة، حالات إسهال، كل من تلوث الخضار والفواكه، فكلما نما علمه ازداد حرصه. وإذا كان في للطاعة مؤشر، هذا المؤشر يتوافق مع مؤشر المعرفة، كلما ازدادت معرفتك ازدادت طاعتك. مرة دخلت لبناء ضخم، وجدت صاحب البناء في حالة هم شديد، قلت: ما القصة؟ قال: تعال انظر، ما فيش بناء قائم. قال: انظر إلى هذا الشق في هذا الجسر. إيه والله واضح، بس 2 ميلي يعني. قال: جاء دكتور مهندس قال له البناء خطر، لا بد من تدعيم الأساس. قلت: لو جاء بدهان؟ قال له: بده معجون، سيبيهم معجن لك إياه. بين أن تملأ هذا الشق بالجبصين وبين أن تدعم الأساس مسافة كبيرة جدا بقدر العلم. فكلما ارتقى علمك ازداد خوفك. والذي يقول لك: أنا لا أخاف من الله، قال له: نعم حق، لأنك لا تدرك شيئا. كلما ضعف العقل، ضاق الأفق، عم الجهل، صار معه في تفلت. البشر نوعان: موصول منضبط محسن، مقطوع متفلت مسيء، ولا ثالث لهما. ما دمت عارفا بالله عز وجل، عارفا لعدالته، عارفا لحكمته، عارفا للقاء معه يوم القيامة، تستقيم على أمره وتخدم خلقه وتحسن إليهم.
فإذا كان هناك جهل الإنسان يتفلى. إذن كل هذه المعاصي وهذا التفلت وهذا الشرك واتباع الشهوات سببها عدم اليقين بالدار الآخرة. لهذا يقول الله عز وجل: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. يعني اليوم الآخر له دليلان، دليل عقلي ودليل نقلي. النقلي ما جاء به القرآن الكريم، هذا هو الدليل النقلي. لكن الدليل العقلي هو أن خالق الكون من خلال الكون خالق عظيم، أسماؤه حسنى، صفاته فضلة. لا يعقل أن يدع قومه هكذا من دون أن يدع عباده هكذا من دون حساب أو عقاب أو جزاء، لأن هذا يتنافى مع عدالته ومع كماله. ففي غني وفي فقير، في قوي وفي ضعيف، في حاكم وفي محكوم، في مريض وفي صحيح. فلا بد من أن يقف الناس جميعا لرب العالمين ويعطى كل إنسان ما يستحق. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. يعني الله عز وجل قرب هذا من أذهاننا. الشيء إذا صنعته أول مرة في جهد كبير، المرة الثانية أهون، الثالثة أهون، ولله المثل الأعلى. الله ليس كذلك، كن فيكون. علمه قديم، لكن نحن بني البشر إذا أردنا أن نعيد صناعة الشيء مرات ومرات لا بد من أن نستسهله. فربنا عز وجل يدعونا إلى التفكر في أصل الكون. أليس الله قد خلقه؟ إذن لا يصعب عليه أن يعيد بناءه مرة ثانية. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. العذاب دائما خلاف السرور والرحمة. ربنا عز وجل وصف الجنة بأنها رحمة، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، الجنة أو النار. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. والحمد لله رب العالمين.